السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنرسم شكل أيمون المجنون اللي هو قدامنا ده. دي كده كانت الصورة الأصلية بتاعته زي ما احنا كده شايفين، هي دي أصل الصورة اللي احنا كنا عايزين نرسمها، والحمد لله احنا رسمناها وخلصناها. لو حد عنده أي تعليق يا ريت يبعته، وده كده شكل الصورة. محدش ينسى يعمل لايك وشير يا جماعة، لأن فعلا الفيديو ده احنا تعبنا عليه كتير. خليكم معايا ويلا علشان نبدأ. زي ما انتم شايفين كده قدامنا صورة أيمون المجنون. هنبتدي هنا عندنا اللايرز. أول حاجة هنعملها هندوس هنا علشان نقفل الصورة دي، ولو جينا نتحرك أو نعمل أي حاجة منحركش الصورة تاني من مكانها أبدا. زي ما احنا اتفقنا قبل كده إن احنا هنعمل عندنا طبعا ناخد لير جديد كده اللي هو ده، وبعد كده هنيجي هنا نعمل كده عشان ناخد بليتة الألوان بتاعتنا. أدي واحدة، وزي ما احنا كده عليها هننزل واحدة كده وراها وناخد الاتنين كنترول والت وسهم لتحت ونسحب لتحت كده، ناخد برضو نفس الكنترول والت وسهم لتحت، بعد كده ندوس شيفت عشان تبقى المسافات موحدة، وبعد كده هنختار ده وندوس حرف الاي ونختار اللون الاسود، وفي نختار التاني اي ونختار اللون الرصاصي ده، أو نكبر كده عشان نجيبه مظبوط. نقفل دي الأول الأي وناخد اللون ده، تمام. في ناخد هنا وندوس الأي وناخد اللون ده، وناخد في وندوس هنا وندوس الأي وناخد لون النضارة، وفي وندوس أي وناخد لون أو درجة العين دي. هتبقى طبعا افتح شوية كده، وفي وندوس هنا واي وناخد اللون، ماشي ده هيبقى هو نفس اللون ده في الغالب، ناخد اللون ده وفي وهنا واي وهناخد اللون ده، وفي وهنا واي وناخد اللون ده، وممكن في تاني هنا وكده، ونروح نازلين وندوس شيفت وندوس اي وناخد اللون ده. يبقى احنا كده يعتبر خدنا كل الالوان بتاعته اللي هي موجودة عندنا. لو احتاجنا لون تاني هنشوف واحنا شغالين. طيب هنيجي هنا ندوس هنا، انا احب وانا بشتغل هشتغل هنا اللاير عشان مفيش حاجة بعد كده تكون اعملها. نعمل هنا كده مثلا الشعر، وبعد كده هدوس البين تول زي ما احنا كده شايفين هنا اهو، وبعد كده اجي دي كده اهي كده، اجي هنا هنا عشان في كيرف ناخد الحته دي بتاعت الكيرف اهي وكده، نيجي هنا ناخد دي كده ماشي، ونيجي هنا ناخد دي كده تمام، ما كان ندوس هنا نحاول نشوف هل دي ممكن تيجي ولا لأ. طيب دي واخدة كرفين، هناخد هنا نيجي هنا كده ناخد دي كده، وبعد كده هنشوف دي تيجي برضو ولا لا. تمام دي كده كده خلاص، وبعد كده هنيجي هنا زد ونكبر وندوس هنا حرف البي تاني،
يبقى دي هنا، هاجي ناخد دي كده هنيجي دي ونعدلها كده كمان، نيجي هنا كده ونروح واخدين دي هتتاخد كده كلها حتة واحدة. مش احنا ممكن دي نجي هنا في النص عشان تبقى مظبوطة هنا مع دي. طيب وبعد كده نيجي دي وناخد دي كده ونعمل دي تمام. في اللحظة دي احنا مش عارفين نشتغل عشان الحتة دي تحت دي، نيجي دي هنا ونحط ده هنا، وبعد كده واحنا هنا اهو هنروح جايين دي هنا كده. او هل احنا ممكن نرجع دي هنا كده فوق، نرجع ده كده فوق، وممكن نعمل هنا حاجة اللايبراري بروبرتيز، او نعمل السويتش بتاعتها 50. طيب علشان نقدر واحنا شغالين نكون شايفين احنا فين. طيب بعد كده هنيجي هنا دي كده تمام، وبعد كده هنيجي هنا دي كده. بص احنا ممكن نيجي دي كده هنا من النص عشان دي تبقى واخدة الزاوية دي. طيب تمام، نعمل دي كده ونيجي هنا كده بص كده. الحاجة دي طبعا واحنا شغالين كده تبقى واحدة واحدة بتظبط معانا، يعني مش من أول مرة ممكن نلاقي نفسنا إن احنا وصلنا للحاجة اللي احنا عايزينها، بس احنا يعني ايه بنحاول ان احنا نوصل لأقرب شكل موجود عندنا. طيب هنيجي هنا كده وناخد دي كده تمام، ونيجي هنا وناخد دي كده تمام، ونيجي هنا دي كده، ودي هناخدها كده ونبص دي ونبص كده هند. طبعا احنا دلوقتي اللي احنا شايفين قدامنا مش شايفين الحتة دي، فهو في الغالب الشعر جاي كده ورايح. انا ممكن انا مش محتاج انا يعني انا مش محتاج الجزئية اللي ورا دي لان انا مش هعملها، بس احنا ممكن ندوس هنا بي احنا كده خلاص، ونيجي مثلا هنا دي كده في المنتصف وناخد دي كده سنة مثلا واحدة يسين، وبعد كده نيجي هنا ونروح عاملين دي كده، او نيجي دي كده نروح واخدينها كده الاول مش مشكلة، وبعد كده نيجي دي نروح عاملينها كده، ونيجي هنا نروح عاملينها كده، ونيجي هنا نروح عاملينها كده، ونيجي ممكن هنا برضو عادي ونروح عاملينها كده ماشي، ونيجي هنا نروح عاملينها كده الطريقة دي. بس انا بعرفكوا بيها احنا ازاي ممكن نشف حاجة معينة وترسمها زي ما انت عايزها بالظبط كده كده. اكبر لو انا في حاجة مش شايفها مفيش مانع ان انا اكبر، واجي ادوس هنا تاني عليها واجي هنا اهي هي نفس التانية كده، كده وعمل دي كده ماشي، هنا من دي كده
يعتبر خلاص الاثنين دول. ده شكل الايه الشرط، هندوس هنا حرف الاي وندوس ده بقى هنا، اداني اللون الاسود تمام. يبقى كده ده الشكل. لو انا جيت هنا وشلت اللاير ده، ده كده شكل اللي هو الشعر بتاعه او شكل اللون الاسود بتاعه. طيب شايفين هنا ده بادي الشعر خلاص بقى في ايه، في لير لوحده. عملت كده خلاص، لو انا جيت هنا ادي شكل الشعر بتاعه، طبعا مختلف بينا زي ما احنا كده شايفين الايه الالوان. طيب هاجي هنا وادوس لير جديد، واحاول اللير ده احطه هنا، ونيجي هنا نقفل دي وهخليه زي ما احنا قلنا بأني لون الاي، ونديله اللون ده، وندوس هنا البي وندوس دي نكبرها عادي عشان ناخد براحتنا، ندوس هنا وكده كده، ادوس هنا اوكي خلاص. جينا هنا شيلنا اللاير ده بقت موجودة اهي بنفس اللون. طيب هنيجي هنا البي تاني وندوس هنا، ونيجي دي كده وندوس، ونيجي هنا نعمل دي كده نفس الموضوع. عملنا كده، خدنا هنا وخدنا هنا. طيب نيجي البي نبص هنا كده نقفل دي، البي هيجي من اول هنا كده سنة صغيرة، ندوس دي كده ونيجي هنا ونيجي دي كده كده برضو سنة كان يجي كده. كل دي زي ما انتم شايفين حاجات صغيرة تقدر بعد كده انت تتحكم فيها زي ما انت عايز. هقول بي ادوس هنا تاني عشان اقول ان النقطة دي اللي انا هكمل عليها، واجي هنا واروح اعمل دي كده شايفين. الحتة دي لازم تبقوا انتوا واخدين بالكم انها واخدة كيرف سنة كده شوية كده. وبعد كده هاجي هنا برضو حتة صغيرة هعمل دي كده. او بصوا هي ممكن تكون دي لحد هنا ماشي، وبعد كده هاجي هنا واروح واخد دي كده حتة، واجي هنا دي كده اروح دايس هنا كده، وبعد كده اروح جاي دي للنقطة دي واروح واخدها دي كده. وممكن هنا النقطة دي ندوس هنا حرف ال V أو ال A وانزل دي كده هنا، أو دي نخليها كده. وبعد كده ممكن أجي هنا في الأنكر بوينت وأروح حاطط دي هنا
بص لو انا جيت هنا لللايرز ودوست دي كده، بص انا مش محتاج هنا حاجة، ادي على الاقل كده شكل الشعر في الجزئية دي. بصوا مع اختلاف طبعا درجة اللون، لو احنا عايزين نعدل في اللون بعد كده مفيش مشاكل. طيب لسه هنكمل، ولسه هنا في الجزئية دي، هدوس هنا كده 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 الموضوع سهل طبعا، ولكن بس محتاج تركيز مننا واحنا شغالين. طبعا مش بتكلم كتير قوي لان انا ايه محتاج ان انا بس ايه اركز برضو وانا شغال علشان اطلع الحاجة بافضل صورة ممكنة، وتعرفوا هي الحاجة يعني وصلت لكده ازاي. اهو لو انا شايف المسافة هنا ضيقة اكبر زي ما انا عايز، وحرف البي وادوس على دي تاني عشان اقول لهم انا معايا نفس البوينت دي كده، وادوس هنا واجي هنا كده اشوف هل تنفع ولا محتاج ان انا اعمل حاجة معينة. مثلا واجي هنا اروح جاي ومدي دي كده ازودها سنة صغيرة، ماشي. لا هنا عايزها هنا كده، ماشي. وبعد كده اجي هنا نيجي هنا ونعمل دي كده، كده مثلا بيدوس عليها. اشوف بقى هنا هل دي ممكن تيجي ولا عايزة تظبيطة تانية، ماشي. هنعمل ده كده ونشوف، نقفل. ادي الشكل اللي هو قدامنا لحد دلوقتي بالحاجة اللي احنا عايزينها مظبوطة. طيب هنرجع هنا تاني، لسه مش هنعدل حاجة خالص، بعد ما نخلص نبتدي نظبط الجزئيات اللي احنا عايزينها. طيب هنيجي ده ايه بالنسبة للشعر، نعمل هنا لاير جديد ونقول العين هنيجي هنا. طبعا هناخد اللون الايه مش عاملينه، احنا هناخد اللون الابيض، ندوس هنا اي ابيض ده زي كده، وهناخد دي كليك يمين اكليبس، هدوس الت وانا هنا، انا كده ما خدتش، انا ممكن اعمل دي كده اهي، واخد دي ودي الشيفت اكبر كده لسه. ايه فيها مش سن الدورية بس، فيها يمين كده وشمال اهي. احنا ممكن نقول انها الشكل بتاعها كده، وبعد كده بقى ندي الحتة اللي فوق دي كمان. طب ده بالنسبة لأول جزئية اللي هي العين اللي هي الدايرة دي، احنا عملنا كده ماشي. وهنيجي جواها وهندوس ال اي ونختار المفروض اللي هو اللون ده، وندوس هنا ونيجي هنا في دي كده، واحنا في نصها في السنتر نعمل كده الأول اهي، ونيجي هنا في النص كده. لا ناخد هنا ال V وندوس على دي، واحنا لسه حرف الاي نعمل دي كده، بعد كده نعمل دي تمام. وبعد كده هنيجي هنا ونروح دايسين اللون الاسود، الاسود ده، ونروح عاملين دي
ونروح واخدين واحدة كده صغيرة اللي هي بتاعت الايه النني اللي جوه، عشان في حاجات لسه مش هنعرف نتحرك منها وهي جوه كده في بعض. في نصغرها الفين، نصغرها مفيش مشكلة كده. كده ونيجي نقفل دي كده، ممكن نطلعها كده سنة. طيب وبعد كده هنروح جايبين دي ونعمل دي واحدة صغيرة كده، وهنروح واخدينها في هنا ال البروبرتيز، وهاجي هنا للستروك، الستروك فاضي. طيب هاجي هنا للون بتاعها ونعمل كده، عشان طبعا هي احنا عايزينها اللون الابيض. هنيجي دي ونروح عاملينها كده في واجي كده احركها كده كده. والليرز وكده ندوس كده لسه طبعا. هنشوف هنا هو ايه الفرق. اول حاجة دي الكبيرة دي هنيجي هنا للبروبرتيز والاستورك، حط هنا واحد. نشوف كده نيجي لللايرز تاني بس كده، طبعا عشان احنا لسه برضو في حاجات لسه مش حطينا، فلسه هنعرف. طيب خليني هوصل لها دلوقتي بعد ما اخلص الجزئيه اللي احنا فيها، عشان لسه ما عملناش النني الابيض الكبير اللي هو حوالين العين. في الابيض ده لسه مش باين ليه ده كده. طيب هنيجي كده بس كده نعمل دي ماشي. هنيجي لده والفي ونصغره كده كمان هبقى أكبر كمان، مش هنعمل ده كده كده. طيب ونيجي هنا نقفل ده كده بالنسبة للشكل ده، وادي النني بتاعه الأبيض زي ما هو. طيب احنا لسه كل ده لسه بنظبط الشكل، بس لسه ما عملناش حاجة. طيب هنيجي هنا ونقول كده الايه الوجه. هنختار بقى نقول الحرف الاي وندوس هنا، ونيجي على البروبرتيز ونقول مثلا هنا خليه 50 عشان نشوف، وندوس هنا حرف البي ونيجي هنا كده البداية بتاعتنا ندوس، وبعد كده دي هتبقى كده كده وندوس. طبعا هنا دي لازم نكون عارفين انها بتبقى لازم تبقى كده، يعني مثلا دي كده اهي في النص، وبعد كده زي ده كده يجي هنا كده مثلا، وبعد كده
في حاجات كده تفاصيل لسه احنا ايه هنضيفها ونشوفها. وهنا هندوس على دي ناخدها كده سنة لتحت بي هنا كده كل الحاجات دي لسه انا هعالجها، لان هنا في يعني في كذا شغل في الحتة دي. ونيجي دي هنا كده عادي، او نيجي احنا هنا مفيش مشكلة نعمل دي كده اهي اهي، واجي هنا كده تمام. ودي نفس الموضوع، انا بحاول هنا اخد بقى البوينتس كلها زي بعض كده اهي، وبعد كده هنا، وبعد كده دي، وبروح واخدها دي كده صغيرة مثلا بس. وجينا هنا نيجي لللايرز ونقفل دي ونعمل دي كده. طيب ده هنا ايه الوجه، الوجه ده هنروح منزلينه هنا تحت العين. انا هنا هاخد دي، هاخد ده كده، اقول كنترول اكس كنترول سي تايب، ونيجي هنا كنترول في، هناخد دي على دي عشان انا لما جيت عملت اللاير كويس ان احنا عملناه، عملنا اللاير على الوجه اللي موجود. طيب هرجع هنا للعين وهاجي ده واروح شايله. هنيجي هنا للبروبرتيز وهعمله هنا 100%، وهاجي هنا لللاير ده اشيل ده اخفيه الاول، ادوس هنا حرف ال V واجي على التانية دي وادوس هنا برضو بروبرتيز 100%. كل دي الحاجات اللي هي موجودة عندي، وكليك يمين ترانسفورم او رينج تو فرونت، ونيجي دي رينج تو هاجي على دي ترانسفورم رينج تو. طيب ودي دي اللي احنا قلنا عليها ايه، هي واخده هنا لسه اللون ده، هي المفروض دي اللون بتاعها اللي هو ايه، اللون بتاعها اللي هو ده صح كده، هو الاسود، الاسود ده كده. طيب وبعد كده في هنا في في فين هنا الحتة الصغيرة دي اهي، دي arrange to front، ودي اللي هي باللون الابيض ده المفروض كده ماشي. وبعد كده نرجع تاني اللاير ونختار دي وندوس كده. لو نيجي هنا طبعا لسه الفرق كبير، احنا لسه عملناش اي حاجة، احنا لسه كل ده بنرسم في الشخصية بتاعتنا وبنشوف هي بتبقى عاملة ازاي. يعني مثلا هو عندي هنا العين دي بيبقى هنا عندي في البروبرتيز الاستروك مثلا واحد. نرجع كده اللاير، الباك جراوند بتاع ده هيبقى اللون الغامق ده، شوف كده، ولا الافتح منه، الافتح منه اللي هو ده. نفتح هنا اللي هو ونقفل ده كده.
شوية شوية ممكن توصل للحاجة اللي انت عايزها. نيجي هنا وهنيجي هنا برضو على العين دي نفس الموضوع، وعليها بروبرتيز للاستروك هنا برضو واحد. نيجي هنا ندوس ده شوية شوية هتلاقي نفسك وصلت للحاجة دي اهي. طيب انا هاخد العين دي كلها وفي، واخد ده معاه، اخد ده وده. انا هقفل ده عشان ما ارجعلوش. انا هاخد هنا العين وراح، وده اقفله الشعر ده عشان مش عايزه، واجي هنا على دي كلها كليك يمين ترانسفورم ريفليكت وكوبي، واجي هنا واروح ماشي ده كده على الناحية التانية. تمام، وهاجي على دي زي ما انا عاملها، هاجي دي بس هدوس كده واحدة واختار دي واروح اعملها كده اهي، اعمل دي. بصوا هنا شكل، الشكل هنا مبدئيا لسه كل ده لسه ما عملناش اي حاجة، احنا لازم واحنا شغالين نتفرج هل هو فعلا ده الشكل المطلوب مننا ولا لسه في حاجة مش مظبوطة. طيب هنيجي نعمل ال الايه الودن، الودان او الاذن، الاذن هنيجي نعمل كده ب، وهاجي هنا واجي دي كده اهي كده واجي دي واجي دي كده واجي دي كده سنة صغيرة. بص هنا حرف البي هنا، وبعد كده اجي دي كده مثلا، دي كلها هنقول عليها حرف الاي، واختار بيها اللون بتاع ده الاول واجي كده ماشي. هنيجي جواها هدوس حرف البي واجي هنا، شايفين هنا نزود هنا حرف البي، اجي هنا خلاص كده، اجي هنا كده البي، اجي هنا الاول دي ماشي، هاجي ماشي الودن الاذن دي خد لها واحدة تانية كمان او داخل الاذن هاجي هنا خلاص بقى، انا هنا هاجي داخل الاذن ده هنا هاجي لاير تاني مليش دعوة بده خلاص كده، وراح جاي هنا وفي الغالب دي هتبقى عاملة كده كده لا هنا اهي كده مثلا، وبعد كده دي هتبقى عاملة كده اهي كده 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 كل ده داخل الودن مفيش منه مشكلة. نيجي هنا كده اهي ماشي، ونيجي هنا اهي كده، ونيجي هنا وندوس هنا حرف الاي ونديها اللون ده. لو احنا عملنا كده
لو هنا بقى في عندي حاجة مش مظبوطة مفيش مشكلة، ادوس هنا اهي كده، واجي هنا بالبند واختار دي وراح اعملها دي كده اهي ماشي. كده بدوس هنا حرف البي وهنا اهي كده، واجي هنا برضو حرف البي ودوست هنا واخترت دي كده سنة ودي حرف الفي الاي قصدي، واختار دي وانزل دي سنة صغيرة، واجي هنا حرف البي واختار هنا وامشي بيها سنة صغيرة كده تمام، وجيت كده ودوست ده ماشي. لسه في عندي هنا الجزء اللي جوه ده، طيب الجزء اللي جوه ده الزد كده، وهاجي هنا وادوس دي كده دي كده اهو كده عادي، وبعد كده هاجي كده وهاجي كده، كل ده بقى يعني شكل زي عامل زي الديكور كده جوه جوه الودن عشان يبين الدرجات الودن عامله ازاي. ودوس هنا حرف الاي واختار ده، لو انا جيت كده اهو، بس هنا هنيجي بقى للحته بتاعت الودن دي اللي هي مش عايزه تتظبط، ندوس هنا حرف الفي، دوس هنا الاول ودي دي ايه ماشي دي كده، وبعد كده هدوس على دي خلاص دي وبعد كده خلاص دي بوينت هنا كده. هنا طبعا هو عنده الودن دي والودن دي، طيب يعني الاتنين هنا موجودين، بس هو هنا بقى ايه عكس الدرجات، يعني لو انا جيت هنا الودن دي ودي الاتنين كده هعمل دول كده عشان ايه مفيش حاجة منهم تبقى فيها مشكلة، واجي كده اروح واخد الودن دي واعمل كده ترانسفورم ريفلكت وكوبي، اروح واخدها اروح موديها الناحية التانية تمام كده سنة صغيرة. طيب لو انا هنا كده وديت الودن هاجي لأني واحدة للفي واختار دي، اللون بتاعها هنا باللون الايه اللون الفاتح ده، وجيت الفي اللون ده واختار بالاي اختار اللون ده تمام. نيجي كده ونشوف مش ممكن هنا برضو بالفي، لا انا عايز اغمق الاي ممكن اعمله باللون ده، تيجي نشوف بس هو هنا مفتح، طيب هناخد بالفي اللون ده وهنختار بالاي ده وهنختار في ده وهنختار بالاي ده، بصوا كده هو هنا عكس صح كده اهو كده وكده، ده يعتبر لحد دلوقتي الشكل المبدئي للفيس. طيب كويس، هنيجي بعد كده عايزين نعمل النضارة، هنيجي هنا هنيجي نقول هنا بي نبدأ مثلا من هنا ونيجي كده، طيب هاجي هنا كده حتة صغيرة واجي دي اخدها الكيرفات وابدأ امشي كده اهي كده كده هنا كده في النص اهو، وبعد كده اهي كده
نيجي دي كده اهو، ونيجي هنا كده، وبعد كده هنيجي كده. كل ده لازم يتحط في الحسبان وانت شغال كده، مظبوط. وبعد كده هنا عشان الزوايا معاك تبقى مظبوطة، اجي هنا واجي دي عشان اعمل دي كده اهي، واجي هنا عشان اعمل دي كده اهو، وهنا، وبعد كده دي، وبعد كده ماشي هنا كده سنة صغيرة لتحت. كده وبعد كده اهي، وبعد كده الشكل ده، واروح مديها الاي، واروح مديها اللون ده، ونقفل دي. جميل، ادي شكل الايه النضارة بتاعته. كويس، هنيجي بقى نعمل حاجة ظريفة. هنيجي هنا بالبين تول، وبعد كده نيجي هنا ونعمل دي، نشوف دي كده اهي، هينفع على طول اهي، ونيجي هنا كده، ونيجي دي كده، ونيجي هنا كده اهو، هدي كده اخر نقطة ماشي، ونيجي دي كده اهي. تمام، هنقول هنا الاي، وهناخد بيها اللون، هو نفس اللون، ممكن نفس اللون، ولكن نديله الاوبيستي بتاعه مثلا ايه 50 كده، ونشوف الاول، ونيجي هنا على اللايرز، ونيجي ده. طيب هنشوف دلوقتي اللي هو الجزء ده، طبعا مش هيبان علشان الجزء ده للعدسات. طيب انا هاخد ده كنترول سي كنترول في، هاخد ده على جنب كده، انا عايزه كده على جنب، شوف حتى واخد درجة الشفاف، هو ده الجزئية دي اللي انا عايز اشيلها من هنا. طيب خلينا نعمل دي الاول، ترانسفورم ريفلكت كوبي، وراح واخد ده وراح موديه الناحية التانية هنا. تمام، ونقفل ده، وانا عندي هنا وعندي هنا. طيب وده، وراح دايس هنا بلين تول، اسف الشيب بيلدر، واجي هنا واجي هنا، وبعد كده هاجب دي هنا، وبعد كده ممكن نزودها سنة صغيرة، احنا عايزين كده زي ما هي. وبعد كده هروح قايل انا عايز نفس درجة الايه، هي نفس العدسة. طيب وبعد كده هاجي هنا ترانسفورم ريفلكت كوبي، ونروح واخدين دي مودينها العدسة للناحية التانية. بصوا كده. طيب هنيجي هنا لدي الاول، وندوس البروبرتيز، ونختار مثلا واحد، وبعد كده نيجي لللاير، وبعد كده نعمل ده كده مش، وممكن نيجي ليها تاني وندوس بروبرتيز، وندوس مثلا اتنين لو احنا عايزينها نضيقها مثلا بالظبط. ماشي لحد دلوقتي كده تمام. طيب شوف كده كده، احنا قربنا منه طبعا مش قوي، ولكن احنا كده قربنا من الشكل بتاعه اللي هو هعمله. طيب هنيجي بعد كده وهنعمل
الحواجب، ونيجي هنا بالبين تول واختار اللون الاي، اختار الاسود، واختار ده الاول بين، واختار هنا كده، ونيجي دي كده، ونعمل دي، ونيجي هنا كده الاول، هنيجي هنا كده، بعد كده ادوس هنا حرف ال V و ال A واجي على النقطة دي كده، وبعد كده اجي تاني البين تول هنا واروح عامل دي كده، تمام، نقفل ده كده تمام. بعد كده نديله هنا ال I واختار اللون ده علشان يبقى معمول بده، اللون ده فاتح شوية. طيب V كده ترانسفورم ريفلكت كوبي، واروح واخده واروح حاطط ده الناحية التانية كده، وانزل ده ادي كده، يعتبر الشكل ده كده لسه مبدئيا. طيب عايز اعمل ايه؟ الدقن، نيجي بالبين طول ونيجي هنا، وبعد كده نيجي هنا كده، ماشي، وندوس، وبعد كده هنيجي هنا، وبعد كده اهو كده، هندوس هنا على دي، وبعد كده نيجي هنا. هل دي كده ممكن تيجي على طول ولا لا؟ هنشوف. ماشي، ما جاتش، ممكن اعمل دي كده عادي، مش هتفرق اهي. انا يهمني في الاخر ان انا اوصل للشخصية اللي انا عايزها كده. وبعد كده اقول مثلا هي بتبقى عاملة كده اهي، وبعد كده بيبقى عامل كده اهو، وبعد كده بيبقى عامل كده، تمام. وندوس حرف الاي وندوس اللون ده، نيجي كده هنا ونشوف ده لحد كده، تمام ماشي. هنيجي هنا للاي ونيجي على النقطة دي زي ما هي، وندوس حرف البي هنا كده، ماشي، وبعد كده ندوس الاي الاي، وبعدين دي كده، وهنيجي هنا البي، وطبعا الجزئية دي هنيجي دي هنا نقطة هننزل بيها تحت،
والبي هنا اهي، وهنا وهنا نيجي هنا مقطوع ننزل بيها كده. وبعد كده احنا ممكن نعمل دي كده وندوس الواحد، وبعد كده هنيجي هنا البي، هنيجي هنا بوينت ونختار دي كده سنة صغيرة. هنشوف كده، وبعد كده هنيجي هنا اللاير ونعمل ده ونشوف زي ما احنا كده شايفين. طيب خلينا كده زي ما احنا شايفين، انا شايف ان هنا انا بس هنا قلت اوريكم الايه الحزه، لكن احنا هنا في الحته دي مش هناخد الاستروك كله دلوقتي، يعني هنشيل الاستروك ده اللي احنا عاملينه وهنخليه لسه بصفر، مش عم... انا مش محتاجه دلوقتي، بس كده كده لازم هيتعمل. طيب هنيجي هنا محتاجين ان احنا نعمل الجزء دي بتاعت الفم، الفم هنيجي هنا بالبي كده كده، ندوس هنا الاي وندوس نفس اللون ده، نعمل كده اهو، وبعد كده هندوس هنا حرف بي كده، نعمل دي كده اهي حرف الاي ونختار اللون ده الاي، ونختار اللون ده البني كده. لا استنى كده نشوف دي، وندوس هنا حرف ال اي ال بي كده، وندوس هنا ده، انا هعمل ده كده ده حرف ال بي، وندوس هنا واختار دي كده، وبعد كده ندوس حرف ال A، وبعد كده هنيجي دي كده كلها هنعملها دي كده اللي هي لاين، وهنا برضو حرف ال B كده هنا وهنا، تمام. بعد كده هنيجي للحتة اللي هي اللي تحت دي الفم عادي، هنيجي كده برضو حرف البي، وهنيجي ده ونعمل ده كده وندوس دي، ونشيل دي ونيجي هنا ندوس حرف ال A، هنعمل دي كده لا كده ال V، ونختار دي كلها لا بتاعت الفم دي، تمام. وهاجي دي ال A ونختار النقطة دي، النقطة دي هي اللي تحت كده، ايوه بالظبط
واختار هنا البي واختار الاي، نفضل نعدل كده لحد ما تظبط معانا، لان في ساعات ممكن حاجه ما تظبطش منها، وتنزل بدي نيجي هنا كده، ونيجي دي نعملها كده اهي، ونيجي هنا بي اهي، وبعد كده ايه اهي، بتلاقي نفسك كده في الاخر وصلت للحاجة اللي انت عايزها، ولكن طبعا بعد مثلا مجهود شوية اهي، دي بس لوحدها اهي. شايفين هنا عامل ازاي؟ طبعا النضارة هنطلعها هنا كده تمام. هنيجي احنا طبعا هنا ماشي، في هنا هنعمل ايه؟ ندوس كده، لسه معانا الانف، ولسه معانا الحتة اللي فوق دي، ولسه معانا قصة الشعر اللي فوق، احنا لسه ما عملناهاش. طيب هنعملها، هنيجي للجزئية اللي فوق دي، هنقول ايه؟ هي طبعا هي في الوجه، فين الوجه؟ الوجه اللي هو ده. طيب هنيجي هنا حرف الاي الاول، هناخد اللون ده، ندوس حرف البي، وبعد كده البي كده، واجي هنا دي، واروح عامل دي كده، اروح ده طيب، وهاجي دي كده اهي، واروح واخد دي كده زيها اجي كده، واروح عامل دي ترانسفورم ريفلكت، واتعملت الناحية التانية، طب ثانية واحدة نشوف هي اتعملت ترانسفورم ريفلكت كوبي، بس دي اتعملت العكس كده تاني، ترانسفورم ايس اوف ريفلكت، انا دوستها غلط، كوبي، ونعمل دي كده، نحطها كده الناحية التانية اهي تمام، وجينا عملنا كده ماشي، ممكن دي نطولها كده شوية برضو، نعمل لها كده ترانسفورم ريفلكت كوبي، ونروح واخدينها كده عشان نوديها الناحية، تبقى بعيدة شوية عشان نشوف الحتة اللي هتتعمل. بعد ما عملنا دي كده خلاص، خلينا نيجي بقى نعمل التانية اللي تحتها كده اهي، هنا اهو كده، ولا كده سنة صغيرة نفس الرفع بتاعها، وبعد كده تمام كده خلاص، وبعد كده راح اعمل لها ترانسفورم ريفلكت كوبي، وراح اوديها الناحية التانية كده، ترانسفورم ريفلكت كوبي نشيل دي كده ونشيل دي كده اهي تمام. لو احنا كده عملنا ده احنا حاولنا نوصل للايه، لاقرب حاجه ليه. طيب هيبقى عندي هي لسه في الايه، الوجه ده بي، وناخد دي كده بي، هندوس دي
دومينو بس. ثواني انا عايز دي ودي الاثنين دول كنترول. طب ثواني هنا دي ودي الاثنين دول جروب، هاخد دي ودول عشان دول فيها المفروض، لا المفروض هنا دول كانوا يروحوا للوجه هنا، احطهم هنا واجي ده افتح ده عشان مع نفس اللير بتاعه. تمام كده. وبعد كده هاجي هنا في ال زي ما قلت هنا الوجه كده كده، نعمل دي كده اهي، وده كده الوجه الابيض. هنيجي هنا نعمل لير جديد الأنف. الأنف هنا هنيجي نعمل دي كده. طبعا الأنف هنا في حاجات يعني ايه، ناخد دي كده هي كده سنة صغيرة، وبعد كده هناخد دي كده اهو، وبعد كده ممكن ناخد دي كده، لا خلينا ناخدها حتة صغيرة حتة كده، وبعد كده نروح عاملين دي كده كده، وبعد كده هنروح واخدين دي كده اهي، ونروح واخدينها كده اهو كده، نيجي هنا ناخدها دي كده، ناخدها دي لوحدها، وبعد كده دي كده اهي كده، نزود البي وناخد دي كده البي، وندوس على دي هنا عشان نرجع لنفس النقطة دي، وناخد دي كده اهي، وبعد كده هناخد دي كده ماشي، بس لحد كده انا عايز دي، واقول هنا الاي واخد باللون ده. لو انا جيت هنا كده دي فين الانف، الانف هطلعها قبل ده صح. طيب وهنيجي هنا نفتح ده تاني، هنيجي هنا بالبي واجي ادوس هنا وهنا، طبعا في حاجات هنا البي دي ممكن ادوس دي هنا واعمل دي كده او هنا بي كده اهي، ونطلع بدي كده. طيب والاي وادوس دي واطلعها كده سنه. تمام في هنا الحتة دي هنعمل دي كده هنا اهي، كده واعمل دي كده، وادوس عليها الاي واديها اللون ده، وبعد كده اروح عملها كده ترانسفورم الفراكت كوبي، واروح واخدها موديها هنا، لا دي ولا هي نفس ال ماشي، نعملها تاني ترانسفورم ريفلكت كوبي، هنروح نوديها هنا ونشوف. طيب ممكن نيجي هنا على دي ونرفعها كده، ندوس هنا حرف ال A وندوس ده ونطلع دي كده كده، وبعد كده ندوس هنا حرف ال B وناخدها كده وهنا وعلى دي
الايه تمام كده. هنا ممكن دي ندوس هنا حرف البي هنا كده سنة وننزل بي كده سنة. طيب كويس. وهنا ممكن دي نوديها كده ونعمل هنا حرف البي كده وندي دي كده سنة. تمام. وممكن هنا دي ونوديها كده سنة. ونيجي هنا ده هنيجي هنا ونرجع برضو للأنف كده كده وهاجي هنا بالبين تول كده ونعمله ده باللون الابيض كده. وبعد كده نيجي برضو بالبين تول واجي دي كده هنا اهي برضو كده باللون الابيض. وبعد كده نيجي نشوف كده اهي كويس. هنيجي هنا واجي هنا للنضارة. النضارة هنا مفروض باللون ده، انا عايز هنا الاي ده اجيب ده اللون ده الدرجة دي اوكي. وبعد كده اشيل ده واجي هنا النضارة هي مش بالاسود طبعا باللون ده تمام. وقلنا الاستروك بتاعها ممكن نخليه باتنين. طيب بعد كده هنيجي للصورة. في عندي نيجي للهنا للوجه في عندي هنا بالبين تول وزي ما احنا كده شايفين ممكن ناخد الجزئية دي كده اهي كده كل ده مش هيبقى باين كده. ممكن ناخدها دي سنة صغيرة اهي وناخد مش هنديها تبقى لونين دي كده اهي كده وبعد كده ناخد دي كده. طيب ونديه هنا الاي وباللون ده. طيب لو احنا جينا كده شايفين ده كده الفرق. طيب هنيجي هنا تاني وبعد كده هناخد الجزئية دي. احنا فين؟ احنا هنا في الوجه. هناخد هنا البي وهناخد دي كده 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 مثلا بص هنا الاي وناخدها باللون ده. طيب كده ماشي. بس هنا دي الجزئية دي في الوجه ده الفي. الاي دي كده ماشي كده بقى مظبوط. هنعمل ده كده اهو. طيب بعد كده لما نيجي نشيل دي هتبقى ايه جايه بالشكل ده كويس.
طيب هنا برضو في نقطة كده في الوجه هنا كده في الحتة دي، وعايز اجي اختار بالاي، اختار اللون ده، وبعد كده اجيب دي واروح جاي هنا واروح دايس الت ماشي اوكي كده، انزل دي كده كده عشان دي هنعملها هنا ونعملها في العين التانية كده. تمام ده كده بالشكل ده، خدنا اللون ده هنا. شايفين؟ بعد كده هاخد دي نفسها في الوجه اهو. هنا لو النضارة مضايقاني ومش عارف اشتغل بيها، يعني مضايقاني حاجة انا كده، ايوه هاخد دي، كليك يمين، ترانسفورم، ريفلكت، كوبي، واروح واخدها موديها للعين الناحية التانية كده. تمام كويس. في عندي هنا كده، بصوا هنا في الوجه هنا في الحتة دي، ناخد الحتة الصغيرة دي، نعمل هنا كده زوم وندوس هنا حرف الاي وناخد الحتة دي وبي وناخد دي كده 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 وناخد دي كده، مش مشكلة، الحتة الصغيرة هو عاملها في الشخصية، وناخد دي برضو نفس الموضوع بي وناخد دي كده، وبعد كده اهي مش هتبقى باينة طبعا لأنها هتبقى فين؟ هتبقى من جوه. نقفل دي، نقفل ده. شايفين هنا؟ ادي كده الايه الشكل. عايزين بقى ناخد الجزء بتاع القصة ده اللي احنا شايفينه ده، احنا عندنا ايه ماشي، في عندنا في الدقن ناخد هنا حرف البي وناخد دي كده اهي كده اهو ماشي، وهقول له هنا بالاي واخد له اللون الغامق ده. طيب وحرف البي هنا واخد دي كده اهي تمام، واجي هنا واروح جاي دي كده واروح جاي دي واعمل دي كده، وبرضو ادي له حرف الاي وادي له اللون ده، وبعد كده اجي هنا بالبي، بس خلينا نكبر دي كده سنة، ادي البي واجي هنا واخد دي كده سنة واعمل دي، وبعد كده اخد دي كده سنة ماشي، وبرضو هي واخدة نفس حرف الاي وناخدها واخد حرف الغامق ده كده، ونيجي ده ونعمل ده كده. طيب لو في حاجة عندي مش مظبوطة باجي هنا للاي وباجي هنا للبي اهي، واخد دي كده سنة ماشي، واجي هنا لو في هنا حاجة مش مظبوطة بالبند هنا الاي الاول وهنا، واخد دي وانزل بيها كده الاي واجي دي واروح نزلها كده ماشي، وهنا نفس الموضوع اجي هنا للبي هنا وهنا انزل بدي كده ماشي، وهنا ال اي وانزل بدي عشان اشوف الاول دي فين، وهنا اهي ال بي لا ال بي وادوس هنا وانزل بيها كده ماشي، ادي كده يعتبر ايه الشكل. نيجي هنا ناقص ايه
هو هنا الفم لما نشيل دي، الفم انا كنت عامل ده باللون ده الاي ده. تمام. ناقص اللي هي الجزء بتاع الشعر اللي فوق ده، هاجي هنا في الشعر وهاجي هنا واجي دي كده عشان هنا قفل، نيجي هنا وبعد كده هاجي دي وبعد كده وبعد كده هاجي بدي كده وبعد كده هاجي بدي كده وفي نفس الوقت هقول كده واخد اللون الايه الاسود. وبعد كده اعمل له كده وبعد كده هاجي للشكل ده هشيله هنا في عندي فين الشعر كده خلاص الجزء بتاعي ده باللون الاسود، هعمل كده كليك يمين ترانسفورم او ارينج تو فرونت وخلي ال هو الجزء ده عشان طبعا الوجه انا عندي الجزئين دول، انا خليت ده كده فوق هيغطي عليه. طيب يبقى انا هاجي هنا هناخد الجزء بتاع الشعر ده نعمله كنترول اكس واعمل كده لير تاني، دي قصة الشعر واخليها قبل الوجه واحطها كده بالظبط واجي دي كده هعمل ده كده عشان اشوفها ماشي وبعد كده اشيل دي وبعد كده هنقول فين الحواجب. الحواجب دي طبعا هتبقى فين قصة الشعر، قصة الشعر هي طلعها فوق الحواجب برضو هشوف ايه الحواجب فين برضو انا شكل حطيتها في شكل الحواجب خدناها الحواجب حطيتها مع الانف دي كده مش شايف الفم الحواجب طبعا دي كده مش مظبوطة الحواجب انا حطيتها هنا مع النضارة. لا طبعا ناخد الحاجب ده وناخد الحاجب ده كنترول اكس ونيجي هنا كنترول في بعد كده نجيب هنا الوجه عشان نحطهم عليها مظبوط. حاجات كده ممكن واحنا ماشيين ما ناخدش بالنا منها بس بتبان بعد كده مع الشغل. طيب نيجي كده وبعد كده في هنا في الشعر نفسه في انا عايز دي اشيلها بس الشعر هنا في الشعر نفسه كان في الجزء ده هشوفه هو فين دلوقتي نشيل النضارة دي ونشيل ده والعين هنشيلها والوجه تمام هناخد دي في الشعر هي ودي كنترول اكس وبعد كده هنا كنترول في
وبعد كده هنيجي هنا ونروح عاملين دي كده، صح كده كده مظبوط، ونظهر دول تاني. طول لما احنا شغالين، طول لما هتلاقي في حاجة عندك بتظبط واحدة واحدة. هاخد ده كله كده طبعا، مش كله يعني، انا عايز ده في الاخر، ده كده الشكل النهائي اللي عندي للشخصية. طبعا هو فيه هنا زي ما احنا شايفين اللي هي الجزء بتاع الحدود دي، احنا عايزين نعملها نعملها، مش عايزينها ممكن نسيبها زي ما هي، بس انا سيبها زي ما هي، انا ممكن احددها بالبنتول واعملها، ولكن انا شايف ان كده الشكل زي ما انا عايزه، مفيش فيه اي مشاكل. ولكن هنا خلينا نشوف مثلا، لو قلنا هنا على حزة مثلا الدقن كده، وجينا هنا قلنا مثلا البنسل، وجينا هنا وقلنا نخليه اسود، تمام ايه كده، اجي كده مثلا وهعمل كده، وبعد كده هاجي هنا. طبعا هنا ده هروح مديله مثلا، ممكن اديله 2 او 4 او 5، السيكنس بتاعه ماشي. ماشي، خلينا نديله 2 3 3 مثلا، 2 ماشي. وهنيجي هنا كده، لا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هاجي هنا برضو بالبنسل، وهاجي هنا كده اهي، وهاجي هنا اهي، وهاجي هنا كده لزيم الفيل، خليه هنا اسود ماشي، وهنا خليه 3، ودي هنا اللاير، ونيجي هنا ده. طيب لا، هنخليه هنا ده، ده هنخليه في الروبرتز نخليه مثلا 1. طيب ونيجي هنا لده، وده هخليه برضو 1. ونيجي على دي وندوس ال A، ونيجي على دي كده ونروح على دي بس، نروح عاملها كده. ونيجي على ده، ونيجي هنا البنتو، أو نجي هنا ال A، هديله هنا البين تول، هديله نقطة، والإيه راح مديله كده. وهاجي هنا للبين أو الفي الإيه، وراح جاي دي كده سنة. وبعد كده في عندي هنا تاني، في عندي حتة صغيرة
عندي الجزئية دي، هاجي هنا للبين تول، ده هنا فين؟ في الأنف. الأنف هجيب ده البنسل واجي كده دي واروح اعملها كده، واروح جاي هنا كده، اروح اعمل دي كده، اروح جاي دي كده، واروح اعملها كده. ماشي، نشيل دي، اروح جاي هنا على دي والاي، وهنا ده ودي، راح اعملها كده. نعمل ده كده، ودي كده شخصية أيمون المجنون زي ما احنا عملناها. دي حتى الجزئية دي، بصوا نيجي هنا أو البي دي، هنزل دي كده سنة مش عايزها أهي. وبعد كده عندي ال هنا الوجه، ماشي الوجه هنا النضارة أشيلها عشان هي مضايقاني، أجي هنا الحتة دي وأروح جاي دي أعملها. بس دي واخدة اللون ده، ناخد هنا على دي الاي وناخد اللون الفاتح ده. طيب واشيل ده، بص عامل هنا ازاي كده، ناقص عندي هنا بقى حتة صغيرة اللي هي الأخيرة دي اهي. هندوس هنا في الوجه كده بي ونعمل دي كده، ناخد دي وبعد كده نروح نطيشنها عادي مع دي. تمام كده اهي، وبعد كده الحرف الاي واديها اللون ده بس، وبعد كده نقفل دي. وبكده يا جماعة احنا عملنا او رسمنا الوجه اللي قدامنا ده بتاعت شخصية ايمون المجنون. اتمنى ان شاء الله كده، طبعا هي خدت مننا وقت كبير، ولكن عايز اقول ان احنا رسمناها تحفة زي ما احنا عايزين، بنفس الشكل بنفس درجات اللون. يمكن يكون هو عنده في الرسمة بتاعته اللون ده اخف سنة، بس انا شايف ان كده الشكل احسن. برضو لازم يكون ليك رأي وانت بتحاول تقلد الحاجة او تعملها. اتمنى ان شاء الله كده يكون الشكل عجبكم، وممكن هنا الحتة الصغيرة دي خالص في النضارة اخر حاجة دي، عشان دي كده مش هتبقى بس اللي فيها حاجة مش مظبوطة. النضارة هنا في كده او الايه دي كده. طيب هنيجي هنا هاجي دي صح كده اهي،
هنا حرف ال دي ونديها واحدة هنا ال ايه كده سوزي لو في حاجة في نقطة مش عاجباني اهي اروح شايلها كده مفيش مشكلة واجي هنا على دي على الايه واروح جاي هنا البي واروح جاي هنا اروح اعملها كده بس اروح اعمل دي كده البي تاني بس زي ما احنا قلنا اي حاجة عايزين نعدلها نقدر نعدلها اتمنى ان شاء الله يكون الشكل بتاعنا كده زي ما احنا عايزينه رسمناه ولو حد عنده اي استفسار يبعته وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.